منتخبنا الاولمبي. كان لينا حلقه قبل بعد تاني يوم ثاني يوم اشتغلنا على طول. كان لينا حلقه وانتوا خلاص مشيتوا من المنتخب الاولمبي. انا قلت كابتن شاور قلت له انا كنت لسه مع ابو خليل. قال لي لا قبل الشغل. قبل الشغل ب 10 ساعات. ثم تاني يوم تم التعيين. وبقى عشان ابقى امين انتقدت فكره تعيين الكابتن شوقي غريب مجددا مره اخرى. وكنت شايف انه لو هو ده القرار انا بصراحه انا عارف ان حضرتك شفت وعارف ان الكابتن شوقي غريب قعد فتره طويله زعلان مني وتاني وتالت. هو بيحبك على فكره. لا انا بحبه قوي. يعني هو عارف كابتن شوقي غريب عارف ان هو في مساحه كبيره جدا جدا ما بين بيثق في كلامك. يعني ده حقيقي يعني مساحه كبيره من الود ومن التقدير ومن الاحترام. وانا عارف ان هو دماغه كبيره وعارف كويس قوي ان انا شوقي اسم كبير جدا جدا مدرب كبير جدا جدا جدا. فيعني وانا قلت له قبل كده ما تزعلش منك كابتن شوقي على الهوا. بس انا دايما اللي بحترمه وبحبه في كابتن شوقي غريب ان هو عنده مساحه النقد وعنده مساحه ان هو يسمع. لا لا بيسمع كويس جدا بيسمع كويس حتى لو حد هو يتخيل من كتر قربه ان هو مش هينتقده. خليني اخش بقى في الموضوع دايركت. انه لماذا كان القرار بان انتوا تمشوا ثم فجاه مره واحده تتعينوا؟ ادى مساحه انه الناس الثانيه كانت مستنيه ان هي تتعين ففي فرص ثانيه الناس منتظره انها تبقى موجوده. ولو هو القرار انه كابتن شوقي غريب موجود مع المنتخبات الاولمبيه طب ليه ما كانش ده واضح وصريح واتقال انه كابتن شوقي غريب هيكمل ما بين المنتخب ده للمنتخب اللي بعده علشان 1 و2 و3 و4؟ هو ممكن انا اكلم برضه حضرتك بصراحه اللي ممكن يكون الـ اولا التوقيت ما كانش في صالحنا. وتاني حاجه مجلس اداره اتحاد الكوره ممكن ما يكونش عنده الـ او ما كانش مقرر اللي احنا نكمل. ما كانش مقرر ممكن او ما يكون لو كان مقرر ان احنا نكمل كان ممكن قالوا احنا هناك. لكن برضو مش عايز اخش جوه مجلس اداره الاتحاد لان هو في نهايه مشوار. كان لازم ممكن يكون مقرر بس لازم يعلن ان احنا خلصنا اولمبياد وبعد كده يبتدي يحط الاسماء. انا بس عايز يعني الناس ايه الكواليس مش بتكلم على كواليس والله. انا بتكلم هل في اسم اترشح احسن من كابتن شوقي غريب وجازه ولا هو انا ما اعرفش او خلاص انا ما اعرفش مين الاسماء اللي اصلا ما اعرفش في اسماء اصلا ترشحت ولا لا. يعني في ما هو في على بس الميديا بس خليني اقول لحضرتك برضو انه الناس قالت طب ليه ما فيش فرص لناس تانية مش تقليلا من الكابتن شوقي غريب على الاطلاق. مدرب كبير جدا جدا راجل كسبنا بطوله تحت 23 سنه راجل خطط دور الثمانية. أيوة. من احسن ثمن. هل ده فشل؟ لا 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 هل ده يستدعي ان انا اغير؟ انا مش مختلف مع حضرتك بس انا بكلم انا بخاطب الناس. انا شرحت لك الملابسات اللي الناس بتتكلم فيها. ما احنا بندردش مع بعض يعني. شرحت لك الملابسات اللي الناس بتتكلم فيها. فمش فكره تقليل من الكابتن شوقي غريب او النقد لمجرد اسم الكابتن شوقي غريب ولكن المنصب نفسه. الناس قالت طب ليه ما ترشحتش اسماء تانية؟ فانا اصلا ما اعرفش اذا كان في اسماء تانية ترشحت. يعني انا سمعت يعني سمعت ناس تانية اوريدي شغاله مثلا في الممتاز مثلا بياخد قدنا اضعاف بالنسبه للفلوس مش يرضى يجي. ده رقم واحد يرضى يجي طبعا لان الشغل بالنسبه للمنتخب السالري مثلا في ناديه هيبقى اكتر. مع ومع احترامي سي في واسمه مش هيبقى بتقلك اسم كابتن شوقي غريب. بالعكس ابو خليل احنا بالنسبه لنا احنا في موضوع صعب جدا لان احنا واخدين بطوله افريقيا تحت 23 سنه اول واصل انتوا البسمه الوحيده اللي كانت في 2019 ما حدش انت وصلت للدور الثمانيه. انا مطالب ما اعملش اقل من ده. كابتن شوقي غريب مطالب ما يعملش اقل من ده. صح ده موضوع صعب جدا. فاللي هو يقبل اللي هو يكون متواجد ده مش يعني مش هو مش جاري عليها. نفكر 100,000 مره والله طبعا. يعني ما هو انا عشان احقق اللي انا عملته ده موضوع صعب مش سهل. انا ممكن كابتن شوقي يقول لك لا والله مش شغال وتعالى الناس اللي اسمه ياسين او صاد يشتغل تعالى شوف هتعمل ايه. وانا عارف ان كابتن شوقي غريب مش هيغلب يعني هو مدرب مدير فني كبير اي حد هيسمع كبير. ده كابتن شوقي بيجيله حاجات بره مصر اكتر من مصر. الكلام ده على يد حاصل يعني قدام. تحب تروح فين؟ يعني هو يقول لي كده. الكلام ده موجود وبيقعد مع ناس وبيجهزنا انا وكابتن وائل وكابتن طارق وكل الناس دكتور ايمن دكتور عبد العزيز كل الناس موجوده. حتى بالجهاز الطبي دكتور كمال عبد واحد محمد صلاح عاشور دكتور صلاح عاشور كل ايمن سليمان كل الناس عشري عشان ما انساش حد
فبيجي له حاجات بره مصر اكتر من جوه مصر. فاللي هو يقبل اللي هو يبقى مدير فني منتخب اولمبي تاني عشان يحقق اقل حاجه اللي هو حققه قبل كده، ده موضوع صعب جدا. عايز تقول سكين على رقبته يعني. طبعا. وهو عشان مدرب كبير واسم كبير هو وافق. فالموضوع مش اللي هو انا شغال وخلاص. والناس اللي هي مش فاهمه تقول ده لسه باريس 24. يا جماعه غلط. احنا عندنا المفروض كمان 11 شهر ماتشات مؤهله لبطوله افريقيا اللي احنا كنا بنلعبها. ما تنساش ابو خليل ان انت اتاخد منك سنه في تاجيل البطوله اللي فاتت. ايوه. فانت بادئ متاخر. فانا قدامي مثلا 10 11 شهر انت المفروض تلعب في 11 مثلا او في 12، انت في 3 ماتشات مؤهلين لبطوله افريقيا. ما تنساش اسالك سؤال، انت كنت موجود معانا زي دلوقتي كده؟ تمام. وتاني يوم تم الاعلان، انت كنت عارف ولا لا؟ لا والله ما اعرف. كنتش عارف؟ انا كابتن شوقي كلمني بعديها تاني يوم العصر. والله. قال لي عشان تعرف اللي انت بالكلام اللي تقول مع ابراهيم فايق بيتحقق. والله العظيم. اه والله. هو اللي كان عارف. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ما اعرفش الكلام الاتفاق تم ازاي او ما اعرفش هو قعد ازاي، لكن انتوا صحيح خصموا مرتبكم 50% فعلا بعد التعيين؟ كلام صحيح. ده كلام صح؟ كان ايه اسبابه او يعني يمكن يعني الكابتن اللي حصل يعني؟ يعني هو باشمهندس احمد قال انا ببتدي كده. يعني ببتدي كده بقى هو عامل احنا لما كان وصلنا للمرتب ده وصلنا له بعد حققنا مثلا بطوله افريقيا وصلنا اولمبيات وبتاع، فكل مدى الموضوع كان بيه. فانا هو لما كلمنا مع باشمهندس احمد قال انا حاطط الحاجه الرقم ده للمدير الفني وجهازه اللي هيبقى موجود بالشكل ده. بالشكل ده بعد كده كل ما تحقق انجاز بيبقى فيه معرفش هو متفق مع كابتن شوقي على ايه، بس هو في حوافز يعني. بالظبط كده. يعني وعلى اساس الكلام ده كابتن شوقي وافق يعني، عشان كده بقول لك هو تحدي كبير جدا في الملعب وبره الملعب يعني. طيب اخبار الخامه ايه؟ اخبار الاختيارات ايه؟ الموضوع صعب لان انا لما كابتن شوقي كمل جه ومسك الفرقه بقى يعني بعد انا ما كنت موجود كان في هيكل، والناس دي كانت لسه ما خلصها بطوله افريقيا في 3 4 شهور مثلا. فهو عارف، ولما في حاجه شايف فرقه لعب بطوله افريقيا والكلام ده اللي هو كان بيقول للعيبه كده. الجيل ده حظه وحش ما لعبش بطوله افريقيا لان معظم اللعيبه كورونا وبتاع والكلام ده، فبقى لهم سنتين ما لعبوش ماتش دولي. في تعرف السن ده ابو خليل اللي فيه لعيبه تغيرات فيه كتير طبعا يعني. في لعيبه قبل لما كانوا موجودين هم في بطوله افريقيا ما كانش تم النضوج الكامل بالنسبه لهم. ايوه مش بالغ. دلوقتي اللعيبه خلاص، في لعيبه بتلعب ابتدت تلعب مع فرقها. يمكن كابتن شوقي مركز على الدرجه الثانيه بشكل كبير جدا. يعني احنا عايز اقول لك احنا جبنا فوق ال 130 اسم في المعسكرين اللي احنا اشتغلناهم. 130 اسم؟ 130 اسم والله. كان الكابتن شوقي وبيديني اختبارات، بيديني مجموعه وبيدي كابتن وائل رياض مجموعه وطارق السبان شغال كل مره. كانك شغال اختبارات. مش كل مره مش اقل من 5 حراس. وكنا بنشتغل الصبح على الظهر مجموعه يعني تمشي الصبح ومجموعه تيجي مجموعه بعد الظهر مجموعه ثانيه خالص. شفتات. مركز مثلا على في لعيبه من المنصوره والقناه والحرس والنصر وملاوي مركز طبعا بجانب اللعيبه اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز. مركز بشكل كبير جدا على الدرجه الثانيه. انت عندك كم واحد في الممتاز؟ بيلعب دلوقتي؟ انا ما اعرفش غير ابراهيم عادل اللي هو كابتن يعني الفرقه المفروض. محمود صابر؟ لا في محمود صابر برضو بيراميدز. في محمود جهاد في فاركو. في وليد فرج في فاركو. في سعيد الونش مقصة. في هشام حافظ مقصة. في شريال الدخان مودي ناص. لا في ناس بتلعب بس انت يعني هم لسه عشان مش لسه ما ظهروش فيعني الناس مش مركزه معاهم. لكن محتاجين شغل كبير جدا لان بقول لك زي ما قلت لك بقى لهم سنتين ما اتجمعوش يعني ما وفي الناس اللي كانت موجوده ناس ظهرت عليها وناس بتلعب دلوقتي، فالموضوع صعب مش سهل يعني.